السلام عليكم ورحمة الله، مرحبا بكم في قناة مغربية من إنجلترا. نتمنى يلقاكم هذا الفيديو في أحسن الأحوال. اليوم إن شاء الله غدا نحضر معكم دونوت أو بيني بطريقة وبمكونات سهلة. نتمنى تجربوا هذه الطريقة، أكيد غادي تنال الإعجاب ديالكم وأكيد غادي تعجبوا وليداتكم. بقوا معايا نتعرفوا على المكونات وطريقة التحضير. نمر مباشرة للطريقة. غادي نوضعو في واحد الإناء كاس ديال الحليب يكون دافئ، ونضيفو كاس ديال الماء حتى هو دافئ، نضيفو ملعقة كبيرة خميرة الخبز، ونضيفو ملعقة كبيرة سكر سنيدة، ونخلطو هاد المكونات. من بعد نضيفو جوج ديال البيضات، نضيفو ملعقة كبيرة ديال الزبدة من بعد ما ذوبناها، من بعد نضيفو ملعقة صغيرة ديال الملح، نضيفو ملعقة صغيرة ديال الفاني سائل أو حبيبات على حسب المتوفر عندنا، ونخلطو هاد المكونات حتى ينسجمو. من بعد نضيفو الدقيق تدريجيا، حتى نحصلوا على عجين رطب بهذا الشكل اللي كيبان في الصورة. من بعد نغطيه بلاستيك غذائي ونخليه حتى يختمر ويتضاعف الحجم ديالو. من بعد ما اختمر العجين نوضعوه في طاولة العمل. ونعملوا منه كرة بهذا الشكل. نبسطوها بالدلاك بهذه الطريقة. ونبسطوها حتى يصبح السمك ديالها في هذا القياس، نحاولوا ما يكونش رقيق بزاف. من بعد نقطعوا العجين بالقطاعة الى دوائر. ونتقبوهم من الوسط بهذه الطريقة، نستفوهم في منديل، ونفس الطريقة نعملوها للعجين المتبقي.
من بعد ما سالينا العجين كامل نغطيه ونخليه يختمر فقط واحد 5 ديال الدقائق. من بعد نوضعوا مقلاة فيها الزيت على نار متوسطة ونخليوها حتى تسخن مزيان، نوضعوا فيها الدوائر بهذه الطريقة. ونبداو نخويو شوية ديال الزيت بالملعقة بهذه الطريقة كيف ما كيبان في الصورة باش يتنفخ لنا البيني، ونستمر بهذه الطريقة حتى نساليو الدوائر كاملين. من بعد نزينه على حسب الرغبة، أنا زينته بالشوكولات اللي ذوبته في حمام مريم. نوضعه الدوائر في الشوكولات بهذه الطريقة ونزينه ونزينه وجه الدونوت على حسب الرغبة وعلى حسب اللي متواجد عندنا. Thank you.
والدونات ديالنا تيجي بهذا الشكل، تيجي رائع، تيجي جميل في الشكل ديالو، تيجي لذيذ بزاف. نتمنى تجربوا هذه الطريقة، اكيد غادي تنال الاعجاب ديالكم. والى فيديو قادم ان شاء الله.